هذه كان رأيي والقرار قراركم. الكل يتكلم عن خطورة الشمس وحماية الجلد من أشعتها، لكن احنا ننسى ان الشمس ايضا لها فوائد كثيرة على الجسم. في الواقع الشمس كانت تستخدم كالحل الاول للكثير من الامراض في القدم من ايام الحضارة الاغريقية وحتى اليوغيز في الهند. واليوم حتى في نوع من العلاج بأشعة الشمس اسمه الهيليوثيرابي. لكن فوائد الشمس علينا قلت لما صرنا نخاف منها، وصرنا نترس روحنا كريمات واقية اللي يمكن قاعدة تضرنا اكثر من ما تنفعنا. البديل المثالي لكريمات الشمس هو جل الصبار. جل الصبار عنده القدرة على أنه يحمي البشرة، ولكن في نفس الوقت يسمح بمرور أشعة الشمس عشان نحصل فوائدها. إحنا نحتاج الشمس عشان تعطينا فيتامين دي، لأن من أهم الفيتامينات ولا تأثير مباشر على المناعة، على الجهاز العصبي، وحتى يلعب دور كبير في الحماية من مرض السرطان. لما نحط جل الصبار وإحنا في الشمس يبرد الجلد ويخليه يحتفظ بليونته، لكن في نفس الوقت نقدر نستمتع بفوائد الشمس لأنها تلعب دور كبير في تقوية العظام وحتى تحسين النفسية والعلاج من الاكتئاب. فلا تخاف من تعريض نفسك للشمس 20 دقيقة يومياً في أوقات معتدلة من النهار، يعني مو عز الظهر لأن شمسنا تحرق، صباح كر أو بعد الظهر أوكي. استعمل جل الصبار بكثرة على الأجزاء المعرضة للشمس، جل الصبار الفريش أو المعلب، بس تذكر أنه طبيعي فحمايته ما بتكون تامة، يعني لازم للحين تنتبه للتعرض الزايد، وتقدر حتى تستعمله كعلاج من آثار الشمس على الجلد، يرطب ويعالج. الأجواء دائما مشمسة عندنا، استفيد منها لصحتك. هذه كان رأيي والقرار قراركم.